السلام عليكم. اليوم نقدم لكم أفضل التطبيقات المفيدة في الاختبارات. أول تطبيق معانا هو Exam Countdown اللي يخليك تتابع اختباراتك أول بأول، بحيث يرتب لك اختباراتك ويحسب لها بعد تنازلي باليوم والساعة والدقيقة، ويخليك تحط ملاحظات على اختباراتك ويقسمها لك بالرموز المناسبة، ويخليك إن شاء الله ما تنسى اختبار أو تتلخبط في المادة. تطبيق نون، واللي يساعدك على تقييم نفسك ويعطيك اختبارات في مجالات مختلفة ومواد مختلفة، ويعطيك درجتك فيها ووقت إجابتك، ويركز على نقاط ضعفك، ويركز على مهاراتك، ويصمم لك خطط دراسية. Top Grade Quiz Maker، تخيل أنك بدل ما تذاكر لحالك تسوي أسئلة وتختبر فيها نفسك وأصحابك برضو. ممكن بدل ما تختبرهم بأسئلة عادية تضيف وقت أو حتى صور. جرب في أنك تسوي اختبارات لأصدقائك وخلهم يسوي لك اختبارات وقيموا بعض. Go Conquer Mind Maps، وعشان ترتب أفكارك وتنظمها وتقدر تراجعها، ما في زي الخرائط الذهنية، وهذا التطبيق يساعدك على صناعة خريطة ذهنية للمادة وترتبها، وتقدر تضيف لها صور ومعلومات وتلونها وترفقها مع ملفات إضافية وتشاركها مع أصحابك، وتقدر تبحث فيه عن خرائط ذهنية جاهزة للمادة ممكن تساعدك في المراجعة. Quizlet، هو تطبيق يساعدك على التعلم ويطور مهاراتك في كثير من المواد، بحيث أنك تختار إيش المواد اللي تبي تراجعها ويلخص لك إياها بطريقة البطاقات، ثم يختبرك فيها بطرق مختلفة ومبتكرة ويقيمك عليها، وتقدر فيها تبحث عن الكثير من المواد الجاهزة اللي بتساعدك كثير في الدراسة. وفي النهاية لا تنسى ترتب وقتك في وقت الاختبارات، ودعواتنا لكم التوفيق. مع السلامة.